على حامل الكرة ولا يمارس الضغط العالي. ضرب للدفاع بكل سهولة. الهدف الأول، الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، نعم الهدف الثاني لباريس سان جيرمان. نعم يتقدمون بثاني الأهداف ويحرزون ثاني الأهداف. عدلي ياسين الاسم العربي هنا في صفوف باريس سان جيرمان يكون عليه الأوفى في تسجيل الهدف الثاني بكل ثقة، ولكن